معانا بعبده موتة قلب الاسد النجم محمد رمضان معانا بعبيط اخبار اليوم. انا مثلا اهلا بيك رب. فنانين في عودة الجمهور للمسرح وتأثيره بالثقافة. يعني احنا بنتمنى ان الجمهور يرجع المسرح تاني ويعني ربنا يجعلنا سبب ويرجع المسرح بمعايير الفن مش بمعايير السوق، يعني بمعايير ايه اللي المفروض تعمله على المسرح. يعني المسرح ليه احترامه وحاجة مقدسة يعني المفروض فالحمد لله احنا اخترنا رواية تليق بان احنا ينفع نعملها على المسرح، رواية الدخان لميخائيل رومان اخراج سامح بسيوني مخرج شاب واعد وانتاج البيت الفني للمسرح المسرح الحديث ياسر صادق برعاية فتوح احمد طبعا رئيس البيت الفني للمسرح التجربة. وسعيد ان راجع المسرح تاني بعد غياب طويل قوي. يعني محمد شايف ان دور المسرح بيأثر على الجمهور بتأثير الثقافة وجود المسرح بيأثر طبعا بيأثر في الفكر والوعي يعني المسرح حاجة مهمة جدا. شوف أي دولة متحضرة تلاقي المسارح شغالة كويس جدا ومستوى كويس. احنا تأخر الفكر ترتب عليه ان المسرح يعني ما بقاش فيه مسرح. الأفلام الشعبية شايف ان هي بتأثر بطريقة سلبية على ثقافة المجتمع؟ لا مش يعني مش هي بترصد المجتمع ولكن ما بتأثرش بشكل سلبي على المجتمع لأن احنا واخدينها من المجتمع. بالنسبة للإسقاطات الجنسية والألفاظ اللي فيها ولا في أي إسقاطات، هات لي إسقاط واحد جنسي. اللفظ ده أداة اعتراض يعني زي الأغاني. لا لا يعني هي أداة اعتراض من وحي الشخصية، يعني مش أنا اللي عاملها كمحمد رمضان، هي الشخصية اللي عايز تعمل. اللي بيحضروا الفترة اللي مسلسل ابن حلال لرمضان الجاي ان شاء الله. ابن حلال رمضان القادم كل الناس تستنى ان شاء الله. انتاج صادق الصباح ويا رب اكون عند حسن ظن. محمد اخيرا بيقول ايه الاخبار اليوم؟ اقول اخبار اليوم انتوا اصحاب فضل عليا وناس انا بحب الجريده وبحب الموقع جدا وكل سنه وانتوا بصحه وسلامه وسعاده. اشكرك محمد.